اعزائي المشاهدين المتسرعه في كل مكان، اهلا بكم، معكم نورين حمدي من محافظه الاسماعيليه. النهارده في احد اكبر سوق مزاد، سوق السمك ومحافظه الاسماعيليه. طبعا كل يوم صباحا بيجي كل البياعين السمك محافظه الاسماعيليه يشتروا بالجمله. هنا طبعا بيع بالجمله، سمك طازه لسه طالع من البحر، شبار وكوري. تعالى خد الشبار الحلو للصور. طبعا بتيجي العربيات تحمل من البياعين وينزل بقى في احد الاسواق. طبعا ده البوري. شبار الطازة. حط بلد يا عم كمان. 1650 جنيه. 1650 جنيه بط بلدي. عايز واحدة الليمونة وعايز خمس دباش لحمة كيش. اللي لحمة سمرة. والله ما ينفعش. انت دباش السمين العريض المكلبه. تعالى هنا حلو الحلوين. نتكلم النهارده مع احد تجار الاسماك. سامع صباح الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ قول لنا النهارده الاسعار عامله ايه؟ والله الاسعار النهارده يعني يعتبر معقول شويه. حلو في تراكم في البيع والشراء زي البورصه كده، اللي هو بيزيد وبيقل كل يوم. كل يوم بشان طبعا. بس النهارده الاسعار يعني اسعار هاديه بس مش كتير. الناس بقى ظروفها تعبانه والمدارس والكلام ده. احنا بندعم ربنا ان هي تعمل كده عشان المواطن يبقى الاكله. يعني كان زمان اكل السمك دي ارخص حاجه كان في مدار المواطن. النهارده ما فيش اكل السمك. اللي عايز يجيب اكل سمك النهارده بقى بيعمل حساب والدنيا 2000 مثلا. فاحنا بنقول ربنا ان الاسعار تتحسن كده كمان عشان خاطر الناس تعرف تاكل وتاكل وتشرب والدنيا تمشي معاهم. طيب قول لي دلوقتي ايه اللي بيتم دلوقتي في سوق السمك؟ سوق السمك والله احنا بنصلي الفجر وبنشتغل بعد صلاه الفجر لحد الساعه 8. ايه بقى الشغل ده؟ مزاد ولا ده بيع بالجمله؟ في بيبقى في سمك مستعر اسعار بيع وشراء، وفي بيبقى مزاد بالعنب. لو مثلا زي الشبار كده اللي هو زي النهارده الشبار ده مثلا يعني البوكس الطبي 1650. البوكس اللي هي ديت 25 دي بيبقى فيها كام حبايه دي؟ 25 كيلو تروح مثلا من 90 ل 100 حبايه. 100 حبايه يعني النهارده هو بيتقاطع بين كام مثلا؟ يعني النهارده الشبار بكام؟ في السوق مثلا الكيلو واقف فيه مثلا ب 64 ب 65 ده كيلو جمله. طبعا في البياعين في ناس بقى بتبيع ب 80 وب 90 حسب بقى كل بياع. شيلين 5 جنيه برضه بعد الميزان وبعد القياس وبعد المصروف وبعد الكلام ده. لازم اقل حاجه يديله 5 جنيه في الكيلو. يعني ده بينفع برضه في الشوي والقلي وكل حاجه. الشوي والقلي والطواجن وشرب وكل حاجه. ده اسمه ايه بقى؟ ده مزارع ولا قنال؟ لا ده مزارع. ده مزارع. ده شبار مزارع. بيبان من المزارع وبيبان من القنال صح؟ مفيش شبار بقى سيادتك، ميه مالحه غير الشبار الجوي بس الاخضر. الاخضر. الاخضر بس. ده اللي هو اللي عليه اقبال كبير ده. الشبار ده كله بيبقى شبار مزارع، اللي هو الكبير ده كله بيبقى ميه حلوه. لان الشبار الكبير ده ما يعيش في الميه العذبه، ما يعيش في الميه الحلوه لحد، يعيش في الميه العذبه بس. فدايما كل يوم هنا في سوق السمك بعد الفجر. لحد الساعه 9. لحد الساعه 9 ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك والتوفيق. طبعا زي ما حضرتكم اتعرفتوا على الاسعار والشبار اللي لسه طالع السنين اهو الفتره. تقطع من 65 و80 و70. النهارده في احد اكبر مزايد في سوق السمك في محافظه الاسماعيليه. جمبري اهي وكابوريا. جمبري اهو بكام الجمبري النهارده؟ جمبري ب 250 جنيه او 300 جنيه. ده الجمله النهارده. صباح الفل على حضرتك. ده جمبري نوعه ايه؟ ده جمبري بلدي. بلدي كبير بقى اللي هو الجامبو ده. ده تحت الزبط. ده الجمبري الطازي لسه طالع من البحر. جوابي والجواب والكابوريا الحاجات ما شاء الله. خد المكسيكين دول. شايفه عندك هنا الجمبري الصغير خالص ده عامل كام النهارده؟ ده بتاع الملوخيه وبتاع الكوكا. معلم عبده. كام؟ 50؟
ملك ملك الكلال، ملك سمك الكلال. كابوريا البلد النهارده عامله كام؟ كابوريا البلد النهارده كابوريا دي عامله 50 جنيه. دي اللي هي النت يعني؟ دي اللي هناك دي بنات مبطخه دي. وفي حاجه ثانيه عامله 120 اللي هي كبيره. كبيره اللي هي كل ما بيكبر الحجم بيكبر بيكبر. قول لي انت عندك جنيز النهارده؟ ناصر ده لسه طازه؟ على حماده. ده بيجي من بحر الكلال ولا بحر ال البحر العادي؟ كامل كامل. هات البوكسين دول. كابوريا الكبيرة اهي. بتطلع الحاجة لسه طازة من البحر. كابوريا طازة اهي. بقولك يا معلم بتاعت السيد موسى خليها ال طبعا كل انواع الاسماك موجوده. سوق السمك من مزاد بالجمله. صباح الخير يا زهرة. لون النهارده موجود عندك ايه والاسعار؟ الدبارة والبوري. طبعا ايه الفرق بين البوري والدبارة؟ عايزين نعرف بقى. دماغها صغيرة كده. ده لسه سمك طازة من طالع من البحر حالا. ده طبعا دي مزارع صح؟ مزارع. عايز ايه يا محمود؟ طيب بيبان ازاي من المزارع ومن القناة؟ ده عامل كام النهارده بقى في البيع؟ لا السمك نفسه الكيلو ب60. كام حبايه بقى في السمك؟ 60 جنيه الكيلو. شبار كبير اهو. يعتبر كده الاسعار نزلت شويه ولا عليت؟ نزلت كتير. امال ايه؟ شكرا جدا لحضرتك. شيل الجمبري عامل كام النهارده يا حاج؟ 150 الكبير. ده اول بلدي؟ ده بلدي. بس هنا اسعار جمله عشان جمله. انما بره حاجه والجمله حاجه. طبعا بتختلف بين اسعار الجمله واسعار البياعين. حلو حمام مطرحه كلها. حلو والله. هو الحجاج دي بكام على كده؟ احد اكبر مزاد في سوق السمك بمحافظه الاسماعيليه. يا جميل بتصور عايزه ايه؟ بنصور دينيس. دينيس وريني كده. دينيس هو دينيس بلد. دينيس عامل كام النهارده؟ 280. ليه دينيس اغلى حاجه بقى؟ عشان انضف. لا ليه هو يعتبر اغلى بقى من الشبار والبوري ويعتبر زي الجمبري كده؟
سمك بسمك. حمار لي أكل والدنيس لي أكل. أو. أنا بتاع البقى ده بتاع البقى ربنا يسترها معاه. ده اللي ياكله ينام ويتمط. ينام ويتخمر. شكرا جدا لحضرتك. دلوقتي طبعا بيجي الناس تشتري بالجملة هنا في سوق السمك، بيبقى أرخص من بره من المحلات. شوار الطازة اهو.